السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. غادي نحضروا جميع لي كوفر اللي كيجيو بواحد الطريقه هائله ومقرمشين وسهلين في التحضير. على بركه الله، لتحضير هاد لي كوفر كنحتاجوا واحد ثلاثه البيضات، هما ثلاثه البيضات، كنحتاجوا واحد الكاس ديال الحليب، واحد نص كاس ديال السكر. هنا في هذه الوصفه السكر ضروري نحترموا هذا المقدار لانه هو اللي كيعطينا القرمشه لهاد لي كوفر. وعندنا واحد ثلاثه ديال واحد جوج كيسان ديال الطحين، جوج كيسان ونص. انا الطحين هنا غيبقى حساب على حساب العجين اللي غادي يكون عندنا، الا كنا خاصنا نزيدو غادي نزيدوه. وعندنا واحد ربعه المعالق ديال زيت المائده، واللي ما عندوش مثلا الزيت يقدر يستعمل الزبده، جوج معالق ديال الزبده اي ما يعادل 50 غرام ديال الزبده. وعندنا كذلك خماره ديال الحلوه لي فيغ شيميك اللي من فئه 8 غرام، وكذلك عندنا ساشي ديال الفاني، واللي عنده داك الفاني السائل يستعمله. وندوزو لتحضير الوصفه. كناخذ واحد البول كنوضعوا فيه واحد ثلاثه البيضات، نضيفوا عليهم السكر. السكر هنا الكميه ديال السكر ضروري تكون، نحترموا هذه الكميه ستكون مضبوطه حيت هي اللي هي السر في القرمشه ديال هاد لي كوفر. كنخدموا البيض ديالنا والسكر بحال الطريقه ديال الكيك، الكيك اليومي اللي كنعملو. كنضيفوا هذوك ربعه المعالق ديال الزيت، هنا كنحرك وهنا كنضيف في الزيت. الطريقه العاديه كنخلط مزيان تنسجم لينا المكونات. كنضيف هذاك الكاس الحليب. على فكره الكاس اللي نعبروا به الحليب كنعبروا به الطحين، نعبروا به السكر، يا يعني يكون صغير ولا كبير المهم نفس الكاس. كنضيفوا الساشي ديال الفاني كيعطينا واحد النكهه في هاد لي كوفر. الى عندك السائل ممكن تستعمليه. وكنخلط المكونات، كنضيف الكاس الاول ديال الطحين، هذا الطحين راني سبق وغربلته، وكنخلط. الطحين كنضيفوه بشويه بشويه، ما نديروش دفعه واحده. هاد لي كوفر كيجيو مقرمشين، والسر في هذيك القرمشه هو داك السكر. نضيفو الكاس الثاني. انا شحال من وصفه جربت ديال لي كوفر وهذه هي اللي نجحت معايا، المهم حبيت نشاركها معكم. حتى اللي ما كينجحوش ليه لي كوفر فيدير هاد الوصفه. نضيف ما تبقى من الطحين، نشوف الى بقى الى بقات لي العجين شويه سائله غادي نضيف واحد الكميه اخرى. هنا هنا تيبقى على حساب الطحين لكن كيشرب ولا لا. نخلط مزيان مزيان كما كتشوفوا اخواتي.
ما حبيتش نقطع عليكم نقطع الفيديو، ولكن بغيتكم تشوفوا الطريقه. كنزيد واحد جوج معالق ديال الطحين لان العجين مازال شويه سائل، خصو يكون شويه ثقيل بحال ديال لي بانكيك. بعد ما خلطنا العجين ديالنا غادي نضيفو داك الساشي ديال الخميره، واحد القبيصه ديال الملح اللي هي ضروريه في الحلويات. بعد ما سخلت لينا لاباغي اغوف، ها هي لاباغي راه سخنات، غادي نحاول ندهنها بشويه ديال الزيت. كندهنها غير مره واحده، من بعد ما بقاش ندهنها، غادي نخليها تسخن شي شويه. غادي نسد لاباغاي بهذا الشكل هذه، ونخليها حتى يبدا يخرج الدخان من هنايا، وتبدا تشعل هذا البوطون هذه اللي فيغ بدا تشعل. من بعد ما يبدا تشعل هاد لابوطون الخضراء هادي تشعل فيها الضو ويبدا يخرج البخار، غادي نحلو عليهم بهذا الشكل هذا، ونستعنوا بواحد الكيوردون. هاهما كيما كتشوفوا اخواتي، هاهما غادي نحاول نكرملهم شي شويه من هنا. غادي نعاود نصوب وحدين اخرين. انا ما بغيتش نعمر هاد لاباغاي كامله، بغيت ندير غير في الجناب، غير في الوسط. غادي نسد عاوتاني لاباغاي ديالي بهاد الشكل، ونخليهم يكملوا الطياب، ونرجع معكم في طريقه التزيين. التزيين كتبقى اختياريه، كل واحد كيحب يزينهم. ها هما شفتوهم كي كيجيو، مثلا انا غنزين هادي نزينها بالكراميل. انا درته هنا شويه الكراميل كانت تبقى عليا من الحلوه ديال الرخامه. ندير وحده اخرى كذلك، ها كذلك. وهادو هما لي كوفخ بعد ما زينتهم، النصف زينته بكراميل والنصف الاخر بالسكر كلاص. نتمنى هاد الوصفه تجربوها لانها ناجحه 100%. والى اللقاء في وصفه اخرى، دمتم في رعايه الله.